السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك عم الشيخ؟ أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي عم الشيخ حتى لو طلع على حضرتك، كيف هي أسهل طريقة لحساب زكاة المال؟ واللي بيدخل فيها واللي مسؤولين معداتها كذا يتم برضه حسابها، ولا أسهل طريقة لحساب زكاة المال؟ ما هو المال السائل الدائر أو عروض التجارة تزكى، لكن الأصول الثوابت يعني السيارات وهكذا برضو لا، السيارة الشخصية لا زكاة عليها، لكن لو أنت تاجر سيارات السيارة تزكى. أو طب لو سيارة شخصية تعمل يعني بتجيب لا، فلوس. السيارة الشخصية تعمل لا زكاة عليها، يعني لو عندك مثلا ميكروباص أنت تؤجره لا زكاة عليه، كأصل لا زكاة عليه. تمام. وفي ميعاد ثابت من كل سنة و2.5% إذا بلغ النصاب. قلت لك السيارة الخاصة أو السيارة التي تؤجرها للناس لا زكاة عليها، لكن كنت تاجر سيارات تزكى، أما كيفية الزكاة على المال السائل وعروض التجارة فكما قلت لك 2.5%. تمام. وعلى من تجب؟ على صاحب المال. لا يعني تؤدى إلى من؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها لمن كده. تجب المصارف الثمانية المعروفون. تمام يا شيخ، شكرا.